السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم باذن الله غنشارك معكم طريقتي في تحضير الرفيصه، كتجي لذيذه بزاف. انا متاكده جربتوها غتعجبكم. اول حاجه كناخذ واحد جوج حبات ديال البصله اللي كيكونوا كبار، كنقطعهم على شكل شرائح، كنديرهم في الطنجره، كنضيف عليهم واحد ثلاثه ديال الصوص ديال الثومه. ما كنكثروش في الاول الثومه حيت غادي نديروا الريوس ديال الثومه كبار من بعد. من الاحسن هذيك الثومه اللي كديروا في الاول كتحكوها او كطحنوها. زيد جوج معالق كبار من زيت النباتيه وربع كاس صغير ديال الشاي ديال زيت الزيتون. زيت الزيتون هي اللي كتكون غالبه. غادي نزيد الدجاج اللي كنكون غسلته مزيان ونقيته، ومن بعد رقدته في سكينجبير والملحه والحامض وشويه ديال الهريسه. ما استعملتش نص دجاجه، تقدروا ديروا دجاجه كامله الا بغيتوا. استعملوا دجاج البلديه او دجاج الكروازي، هادو بجوج كيتواتاو مع الرفيصه. من بعد كنضيف العطريه اللي نص معلقه صغيره او ربع معلقه صغيره ديال البزار، معلقه صغيره عامره ونص ديال سكينجبير، معلقه او ربع معلقه ديال القرفه مطحونه، ومعلقه صغيره عامره ونص ديال الخرقوم البلدي مطحون. وكنضيفوا معلقه صغيره عامره ديال راس الحانوت. هاد راس الحانوت هادي كتباع في القريعات، كتجي زوينه بزاف والمذاق ديالها كيجي عاطي في الرفيصه وكتعطي واحد النكهه جد هائله. كنضيفوا شويه ديال الملحه، نص كاس ديال الماء غير باش ما تحرقش لي هذيك العطريه اللي درت فوق من الدجاج. كنضيفوا معلقه صغيره عامره ديال السمن الحر او السمن البلدي، مهم جدا في الرفيصه. هنا الا درتو دجاجه كامله صينه من الاحسن تشرملوها بوحدها، كديروا التشرميله في واحد الطبسيل وكتشرملوا بها ديك الدجاجه مزيان وكتخليوها مرقده واحد شويه، عاد كديروها فوق من البصه. ومن بعد كنضيف معلقه صغيره ديال القزبور ومعدنوس. عاده ما كنديروش في الرفيصه الربيع مقطع، لكن انا درت غير شويه، غير هذاك الشويه في الاول. من بعد غادي ندير قبطه ديال الربيع. كنخلط كلشي مزيان، كنديرها فوق البوطه كتشحر، ومن بعد غنزيد عليها معلقه كبيره ديال الفول ومعلقه كبيره ديال الحمص مرطب ليله كامله. والفول كنكون غسلناه مزيان، داك الفول كيخلي المريقه تجي خاطره وكيعطي واحد النكهه زوينه. وداك الحمص حتى هو ما كنكثروش، كنديروا منهم غير معلقه معلقه من كل حاجه. ومن بعد كنخليو الدجاج ديالنا كيتشحر مزيان حتى كديك البصله كتنزل. مره مره كنحركو والنار كتكون مهيله، ومن بعد كنرويو بالماء. تنديروا تقريبا جوج لتر ونص ديال الماء اللي كيكون غليان. غادي نسد عليه ونخليه كيطيب. الدجاج هذا حتى يطيب نص طيبه عاد غادي نضيف عليه العدس والحلبه والربيع. ويلا كنتو درتو الدجاج الرومي كديروا كلشي في خطره واحده. غادي نضيف عليه من بعد معلقه، عندي جوج معالق كبار ديال الحلبه، كاس ديال العدس، الكاس ديال العنبه، قبطه ديال القزبور ومعدنوس، وثلاثه الريوس ديال الثومه اللي كيكونوا صاينين. بالنسبه للعدس كنقيوه مزيان وكنغسلوه بالماء، والحلبه حتى هي كنقيوها مزيان، كنحيدو من هذاك الحجر ديالها وكنغسلوها مزيان بالماء. عاد كنديروها في واحد التوب ديال حياتي. هاد الطريقه هادي زوينه بزاف، جربوها. الناس اللي ما كتعجبهمش المذاق ديال الحلبه بهاد الطريقه كتطلق النكهه ديالها في المرق وما كتجيش باينه. ومن بعد ملي كطيب كديروها في واحد الطبيسي اللي بغا كيحط قدامه. من بعد كنعقدوا هذاك التوب مزيان. هاد التوب هذا كنكونوا كيكون خاص غير بهاد الحلبه هادي، ملي كنبغيو نديرو رفيصه كنحتفظو به. مره مره كنغسلوه، ما كتغسلوش بجافي بطبيعه الحال، كنغسلوه غير بالصابونه ديال الحجره، وكنقيوه مزيان بالماء وكنزيدو شويه ديال الماء سخون باش ما كتبقاش فيه ديك الريحه، عاد كنستعملوه. غادي ندوزو للعجينه ديالنا. بالنسبه للعجينه ديال المسمن غنحتاج فيها زلافه ديال الدقيق ديال الفرس، زلافه ديال الدقيق ديال القمح، معلقه صغيره ديال الزبده، معلقه صغيره ديال السكر مع عمراش، راس معلقه صغيره ديال الخميره ديال الخبز، ونص معلقه صغيره ديال الملحه.
والماء اللي كيكون بارد باش غادي نعجنوا. بالنسبه للمسمن ماشي ضروري تعجنوه بالماء سخون، غير الماء عادي من الروبيني. كنضيفوا الماء في الاول حتى تجمع، ومن بعد كندلكوها مزيان. العجينه ديال المسمن كيف كنعرفوا خصها تكون معجونه مدلوكه مزيان وشاده راسها، ماشي مرخوفه على هذا الشكل هذا ولا ترطبها. كندلكوها مزيان، ضروري جدا تعجنوها مزيان باش كتحصلوا على نتيجه مزيانه. ومباشره كندهن يدينا بالزيت، كندهن واحد الصينيه او بلاطو كنشكلوا كويرات. انا غادي نصوب كويرات كبار حيت عندي المقله كبيره. ملي كنكمل كنغطيهم بواحد، كندهنهم بشويه ديال الزيت وكنغطيهم بواحد البلاستيكه من الفوق ونخليهم كيرتاحوا. بعد ما كيطيب نص طيبه كنزيد عليه الربيع، ديك الكموصه ديال الحلبه، دوك 3 دريوس ديال الثومه، وكاس ديال العدس، وكنسدو عليه وكنخليه كيكمل الطياب ديالو. كندوزو دابا المسمن ديالنا بعد ما كترتاح العجينه تقريبا 21 دقيقه، كنبداو نبسطوها وكنسرحوها بشويه ديال الزيت. غنحتاجو تقريبا نص كاس ديال الزيت، هو باش غادي نسرح هذيك العجينه كامله اللي عندي. كنورقها مزيان، كنرش المقله ديالي اللي كتكون سخونه بالزيت غير بشويه ديال الزيت، كنرشوها غير مره واحده، كنحطو فيها الدائره الاولى، كنخليوها واحد شويه كنحسو بها بدات كتشد راسها وتحمرت من التحت، كنقلبوها، كنسرحو الكويره الثانيه بنفس الطريقه بشويه ديال الزيت وكنحطوها فوق منها. معليش الكويره الاولى والثانيه الا ما جاوناش مقادين ماشي مشكل، من بعد غادي يتقادو. وكنبقى مستمر بنفس الطريقه، كنبقى نحط وحده فوق وحده وكنقلبها. ضروري تورقوا هذيك العجينه مزيان باش كتجيكم مورقه، والنار هنا كتكون متوسطه ماشي مجهده. بالنسبه للزيت رشيناه مره واحده في الاول، من بعد كنبقاو غير نسرحو دوك العجينه ديالنا كنسرحوها بالزيت صافي، وما كنبقاوش نضيفو الزيت من بعد، كنبقاو غاديين بنفس الطريقه حتى كنكمل العجينه كلها اللي عندي. بعد ما كملت من الاحسن تغطيهم بشي ثوب نقي من الفوق، ملي كتسالي وكتغطيهم بواحد الثوب نقي باش كيرجع لهم هذاك الصهد. عاد كتبداو تفرقوا فيهم، ومن بعد كتلويو وكديروا كل جوج مع بعض وكتلويوهم، من بعد كتقطعو بالمقص. كنساليو كنحلوه بيدينا مزيان وكنديروه في الكسكاس. ملي كيكون المرق ديالنا طاب، داك اللحم طاب، العدس طاب، عاد كنديروه في اخر مرحله كنديروا هذاك المسمن ديالنا باش كي
يتفور. قبل ما نديروه كنضيفوا واحد معلقه صغيره ديال المساخن في الاخر، كنذوقو كنضيفوا الملحه حتى هي حيت ما درناهاش في الاول، وكنديروا المسخن وكنديروا عفوا المسمن ديالنا كيفور، ومني كيفور هذاك المسمن في اخر مرحله كاع ملي كنبغيو نسقيو كنضيفوا واحد معلقه صغيره من توابل الكاري اللي كتباع جاهزه في الاسواق، كتعطي واحد النسمه زوينه بزاف. وحتى يمكن لكم ديروها كبديل بالنسبه للناس اللي ما عندهمش، ما توفروش على المساخن. كنخليه واحد 5 دقائق صافي، ومن بعد كنبدا نسكي هذيك الرفيصه. كناخد نصف الكميه ديال المسمن كنديرها في الطبسيل. واحد نقطه مهمه جدا بالنسبه للرفيصه باش تكون بنينه، ضروري هذاك المسمن يتفور مزيان. ملي كنديروه يتفور كنخليه تقريبا واحد 20 دقيقه حتى 25. كل ما تفور مزيان كل ما كتجي مزيانه، كتجي بنينه. كنديرو نصف الكميه في الطبسيل، كنحيدو هذيك القموصه ديال الحلبه، كنخليوها كتبرد باش من بعد نحلوها ونحيدو من هذيك الحلبه. كنسقيو بالمرق في الاول، نسقيو مزيان هذيك التريد، والمرق اللي كيبقى في الطنجره ما كيكونش كتير بزاف، كتكون ديك الكميه غير شويه قليله. يلا لقيت اللي غادي يسقي لينا رفيسه داك المسمن اللي عندي، وإلا بان لكم المرق انه نقص من بعد ما كيطيب الدجاج بان لكم نقص، فيمكن لكم تزيدوا شويه ديال الماء سخون ماشي بارد، سخون، تكونوا حاطين حداكم الماء اللي كيكون غليان كتضيفوه إلا بان لكم المرق نقص. نسقيو الكميه الاولى مزيان، كنحطو فوق منها النصف الثاني ديال المسمن وكنسقيو حتى هو، ومن بعد كنحطو فوق منه الدجاج وكنزيدو هذاك العدس وديك الثومه اللي بقات صافي، وكنقدمو بصحه روحه. كنزينو بالبيض ديال السمان، اولا كتقدمها غير هكاك صدقوني كتجي بنينه بزاف، جربوها بهذه الطريقه هذه. وديك الكموصه ديال الحلبه كنحلوها وكنقدموها في واحد الطبسيل كترفق كترفق الرفيسه ديالنا. اللي بغا كيزيد قدامه، هي اصلا تلقات هذيك النكهه وديك البنه ديالها كلها في المرق. الفيديو ديالي مكون عجبكم، الى عجبكم ما تنساوش تخليو ليا جيم وتشتركوا معايا في القناه الى كنتو باقي ما مشتركينش، وما تنساوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد، وشاركوا الوصفه مع الاصحاب والاقارب ديالكم. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.